دارها وهي حسرة. أيوة فاطمة. دخلوا دارها وهي حسرة والحقد ملء الصدور. هذا يألمك شوية. والسياط على متنها تلوت من حيث لا دافع ولا مجير. ما قال ابويا بيت ابو الحسنين بيتي، ما قال في الزهر احفظوها بعد موتي. وخر يا خاين لا تسمع الناس صوتي، وهالجزل خلف الباب ليش مجمعين. قالها بشب النار، قالت شبها لك. وخر يا خاين بالعهد للنار تصليك. قالها بدش الدار، قالت ما اخليك. شافت مصره لزمة الباب الحزين. واويلا واويلا. هذه صعبة عليك على هالأبيات لما نقراها. إيش قد أنت راعي غير وغيور، شلون تسمع هذه الكلمات التي صدرت من هذا الشاعر؟ لكن هذا هو الواقع. تعال خلينا نشوف الليلة ظلامة فاطمة. يقولون عندما رأت منهم بأنهم قد عزموا على الهجوم على الدار، وقفت خلف الباب كي لا يدفعوا الباب ويهجموا على دارها. يقولون حطت إيديها من خلف الباب حتى لا يفتح الباب عليها. يقولون أول ما رأى أصابع الزهراء رفع الصوت وضرب الزهراء على يدها. غانت أناملها واخد صوتها وضربها حط قوته بالباب. يا شيعة وعصر قالها يا فاطم حجرتك لازم نطبها. فاطم تنادي يا رسول الله تكونه. وانفتح باب الدار والزهرة بالأخمار لجل الستر لاذت ما بينه وبين الجدار. نادى على أصحابه وهجم بهم على الدار. والباب شافت سترت بضعة نبينا. والله جاها يا وعصرها وفوق وجنتها لطمها، وضلعين كسرها ببطنها ولا رحمها. وزينب تشوفه وقامت تدافع عن امها. خرت وخر الحمل منها مسقطين. بعد تريد تسمع لو لا؟ تريد تسمع؟ طلعوا بحيدر والبتوله يم العتاب، وفضة توعيها وتنخضها من التراب، وتشمد اللطمة وتشد براسها عصاب، وتقول عنك راح ابراهيم وين. شنو صاحت الزهرة؟ والله يا ابراهيم ما بطل ونيني شوف عيني. بويا بويا جماعة اللي سقطوا
بعدك جنيني كادوا وصياك وحصروني بصاير البحر. لا تلومني لو حاجة احزاني يا سلمى، جنك ما تدري بالذي فعلت العد، مني خذوا حقي ولا راعوا الوصية، هجموا علي داري وساتر ما علي، والمرتضى جالس وعبراته جري ينظر بعين بابنا وجه النيرة. وويلاه لا تلومني ضلع انكسر بالباب قواه، ما قصروا فينا عدي من المرو، جنك ما تدري هالعبد بيا سوا، سكتني المحسن وخلى الجسد نحلة. صح ونادي وفاطمة جسم انتحل من ضربة المسمار صدري، واللطمة عيوني وداح الباب يدري، كل ما جرد نكبة علي ازداد صبري، كل ما جرد نكبة علي ازداد وكظمت غيظي والقلب فايض بالاحزان، بس عاين تحادر ملبى بقايدينا، وسمعت شبل الحسن يندب راحبه، غصب علي طلعت خوفي. يلا اقرا. يذبحونا تتيتم اولادي عقب فارس الفرسه. سلمان اخبرك شو الذي جرى علي، ظلت ادافعهم بالباب عصروني، ما لو علي بالصوت ظلوا يضربوني، والله يا سلمان العبد ورمتم، خلني ازلزلهم ترى ما بهم احسان. ويلاه قالها يقلك حيدر الكرار روحي، ردي على ابوك النبي وبالدار نوح، قالت عقب حيدر تراها تروح روحي، هذا جزا المختار من عندهم يا سلمى. واسمع هذا الحوار بينها وبين امها، يقولون اول ما دشت عليها شنو صاحت فيها، يلا يا زينب انا زينب بضعة حيدر الكرار، جيت اجمد اللطمة واحضن بضعة المختار، اني بالحجرة كنت اسمع صوت اصياد تتلوى، كأني سمعتك تصيحين جنيني سقاك بالقوة، بعد وجايب جيل وياد حسين يا زينب أمنا في غشوة، تعالي نلحق عليها وجيب وياك لي أخمار، رفعت خماري عن راسي وجيت أتباع أخوي حسين، لأن المرتضى ينادي وش بيدي على الضلعين، ورجع خمارك براسك ولا تزيدين ليلوني، يا بنتي ما اقدر اشوفك يا زينب بلي خمار، اما ضميني الى صدرك. شنو صاحت فاطمه، يا بنتي والله مشتاقه
كنا العدو الملعون بالعصر كسر صدري وعذري ما طالع وعذري من المسمار ما اقدر اسولف لك عن المسمار ارجوك انا بعد عندي هالبيتين واختم لكن ما اريد احد يطلع ما بكي على الزهره هالليله لا تخذلني ولا تخذلها ما اريد واحد ما يبكي على الزهره تعالي بنيه زينب انا عندي لك وصايا انا احس حيني حالي يا بنيه احس راح اروح من هالدنيا واني بعد صغيرة وانتي حمل حمل ثقيل عليك ترها شنو تريدين امه فاطمة قالت ادري الحمل ثقيل عليك لكن اسمع الوصايا احس حيني اريدك تهبط راسك وتسمع الكلمات وبس تمشي احس حيني يا بنتي حال قربي لي يا نور العين وصية عندي لك لازم تسمعيها يا بنتي زين لظهر العاشر محرم عام واحد وستين تنفذيها قبل الحسين لا يجهز إلى الكفار الله الله أما وش عندك وصايا عن الحسين وش عندك وصايا اسمع بنية زينب قبل ما يجهز المظلوم قبل قلب اخونا احرار لان قلبه بمثلث من ازعاب الخرز ظهره وتالي الشمر يا زينب ولي عليك وتالي الشمر يا زينب بيتربع على صدره ويفري من حرق بالك ورجله تفحص بلوعه اصرخ حسين 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 يا حسين يا زينب يا زينب سهمي المثلث هو بالاصل مسماري وبخيامك بدلها بنار اصلها من حرق داري وانت بجفك خمارك وانا من بابي خماري وقيد اللي على السجاد نفسه قيد حامل جار لطمات كذبت بإفك وزور